اي حال خلينا نعرف تفاصيل اكتر. ومعانا مره اخرى الاستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدوليه. مره اخرى يا فندم بنرجع مع حضرتك لمقال الفاينانشال تايمز، وهذا المقال اللي تحدث عن اسرائيل وفلسطين وسراب حل الدولتين. هذا المقال اللي بيكشف فيه عن المخاوف اللي بتهدد السلام في المنطقة، وأيضا هذا الكاتب جدعون راشمان، وهو كاتب أيضا يعني له آراء واضحة في هذا الموضوع. يعني مبدأ حل الدولتين، يعني جميع الدول أو الرأي العام العالمي بعد 7 أكتوبر كان هناك تأييد لحل الدولتين. أزمات عديدة ظهرت بعد 7 أكتوبر، منها انهيار نظريات الأمن الإسرائيلي. حضرتك أشرت في المقدمة بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي صدر سنة 48. يعني الموضوع كله بيتلخص ان الكتاب البريطانيين في المقالات اللي صدرت خلال امس وصباح اليوم اكدوا ان من 48 كان في اهميه لاجل حمايه الافراد، وان يجب ان يتم النضال من اجل الدفاع عن هذا الاعلان العالمي وتوزيع نطاقه، وهذا لن يحدث الا بحل دولتين، حل دولتين حقيقي. ما ورد من سراب حل الدولتين ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه هو انتهاك كامل لحقوق الانسان. يوجد ايضا انتهاك لاتفاقيه منع الاباده الجماعيه، واللي وقعت بالمناسبه في العام نفسه سنه 48، يعني من 75 سنه ايضا، واللي بتسعى لحمايه الجماعات. كمان في مقارنات ابتدت تظهر في الاعلام البريطاني عما يحدث في اوكرانيا وعن التعامل مع حقوق الانسان في غزه، والتوصل انه يكون هناك تطبيق عبر مساءله للجميع بدون استثناء ودعم لاتفاقيه لجنه القانون الدولي بشان الجرائم الدوليه، ودعم ايضا محكمه جنائيه دوليه تحاكم الجميع وليس فقط تحاكم الأضعف. حتى محاوله المقارنه هي غير عادله تماما ما بين ما يحدث في روسيا واوكرانيا وما بيحدث في قطاع غزه. لكن هنروح مع حضرتك لصحيفة أخرى وتحت عنوان كارثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يناضل من أجل البقاء السياسي فقط. بنقرأ في الديلي إكسبريس عن ما شاهد حزب الليكود بزعامة نتنياهو من تراجع في استطلاعات الرأي، بيتلقى طبعا انتقادات من الجميع وحتى من جنود الاحتياط الإسرائيليين اللي وجدوا أن زيارته المقترحة لقاعدة عسكرية هي زيارة بغيضة. لو حضرتك تكلمنا عن تطورات الوضع داخل الحكومة الإسرائيلية. يعني هناك انحدار كامل في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يعني نعود لآخر استطلاع رأي في الصحافة الإسرائيلية كان أمس الأول، ونتنياهو حصل على 31% من المستطلعين، وفي المقارنة بني غانس حصل على 51%. مين اللي فيهم هيقدر يقود دولة الاحتلال الإسرائيلي مستقبلا لمنصب رئاسة الوزراء؟ الإسرائيليين أيضا بيروا أن بنيامين نتنياهو ليس ملائما لمنصب رئيس الوزراء، خاصة خلال الفترة الماضية والترهلات التي ظهرت في الحكومة الإسرائيلية والتخبط الكبير بين تصريحات المسؤولين وبين أفعالهم، وبين لا يوجد أي جدوى للتصريحات التي يخرجون بها اليوم ويتم نفيها غدا. ايضا تعامل بنيامين نتنياهو والحكومه الاسرائيليه مع اهالي المحتجزين في قطاع غزه اثار الراي العام الاسرائيلي على الحكومه الاسرائيليه، ويرى البعض ايضا ان هناك مماطله كبيره من بنيامين نتنياهو من اجل عدم التوصل لحل لما يجري في قطاع غزه، وايضا من اجل التغطيه على المحاكمه المستمره التي متهم فيها في ظل 4 قضايا فاسده. طيب، بي بي سي ايضا كتبت على لسان مسؤول وكاله الأونروا اللي بيحذر من دفع الفلسطينيين باتجاه الحدود المصريه. ايه الوضع على الحدود بحسب البي بي سي؟
يعني بحسب البي بي سي هو كان تصريحات لمدير وكالة الأنوة من معبر رفح، وقال نصا ان مئات الالاف من الفلسطينيين بيتم الدفع بهم باتجاه الحدود المصريه، مع عدم وجود مساعدات لا يمكن معرفه ما سيفعله الياس بهم. في الحقيقه ان الفلسطينيين اكدوا اكثر من مره رفضهم التام لمخططات التهجير الاسرائيليه. على الجانب الاخر، الجانب المصري، الحكومه المصريه، القياده المصريه اعلنت رفضها التام لكل المخططات الإسرائيلية لأي تهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية. والشعب المصري أيضا يؤيد ويدعم القيادة السياسية في موقفها من تصفية القضية الفلسطينية. هناك العديد من الأزمات التي جعلت من مدير وكالة الأنوة يدلي بهذا التصريح، لا سيما التضييق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الشمال وإجباره على الترحيل قسريا إلى مناطق الجنوب. وتقريبا يعني كان هناك آخر إحصائية أن 70% من قطاع غزة الفلسطيني لا يوجد به أي مؤسسات صالحة نظرا لكثافة القصف الجوي الإسرائيلي. طيب، كلنا شفنا وتابعنا مقاطع فيديو لقوات الاحتلال وهي بتشعل النيران في عدد كبير من المواد الغذائية. الديلي ميل كتبت طبعا غضب كبير ضد القوات الإسرائيلية بعد انتشار هذه المقاطع. طبعا بكل تأكيد اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي، لو حضرتك تكلمنا عن صدى هذا الفيديو اللي انتشر. يعني في الحقيقة يعني الفيديو كان سيء للغاية، وحرق مساعدات للأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى تدمير محال تجارية. ويعني المحللين الغربيين بكل تأكيد أكدوا أن مقاطع الفيديو التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي عكست الجانب السيء جدا لجنود الاحتلال الإسرائيلي ودعمهم للحرب بشكل مبالغ فيه. كمان على الجانب الإسرائيلي، يعني منظمة بتسلم لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت في بيان ونشر في العديد من الصحف البريطانية، قالت التجريد من الإنسانية هو وصل لأعلى درجة من يعني الجنود في جنود الاحتلال. وأيضا وصفوا ان ما يحدث يدل على ارتباك، يدل على وحشيه، خصوصا ان كان في جميع تم ربط الفيديوهات باعداد الشهداء الفلسطينيين اللي هو وصل 18400 شهيد فلسطيني، منهم يعني 69 تقريبا في المية من الاطفال والنساء. وتم ربط ان ازاي كلما زادت الفترة في التصعيد والعدوان على قطاع غزة الفلسطيني كلما زادت وحشية جنود الاحتلال والممارسات العدوانية، ليس تجاه فقط المدنيين في قطاع غزة ولكن المساعدات التي يحصلون عليها. حقيقة أستاذ محمد، يمكن هذه المشاهد حتى لا تنم فقط عن أفعال عدوانية، لكن يعني بنشوف سلوك الحقيقة غريب جدا. أي جيش أيا كان ما يحارب من أجله في البداية بيكون أول مبدأ عنده هو حتى الشرف في الحرب، زي ما كان قال أنطونيو غوتيريش، حتى الحرب لها قواعد. لكن هذه المشاهد اللي بنراها، إن كان الجندي اللي بيهدي تفجير مباني وقتل مدنيين لبنته في عيد بلادها اللي بتتم سنتين، أو الجندي الآخر أو كان في مجموعة من الجنود اللي بيشاركوا مراسلة كانت موجودة عشان تنقل ما يحدث على أرض الواقع، بيشاركوها وهي بتجرب أنها أيضا تقصف الصواريخ على المدنيين. كل هذه المشاهد الحقيقة يعني أعتقد أن احنا ما شفناهاش في لم نراها ارتكبت من قبل أي جيش عامة. يعني لا أعلم إيه التوصيف الصحيح لهذه المشاهد. يمكن عشان كده العالم بالفعل بيستنكر كل ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد علي حسن، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية.